أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من بلقيس، كرة الطائرة اللعبة الرمضانية الأكثر انتشارا في اليمن. الشرق الأوسط تقول الحوثيون يستنزفون التجار والمواطنين لتسيير قوافل المجهود الحربي. من أخبارنا المنوعة، 30 مليون دولار تكلفة زيارة ترامب لبريطانيا. أهلا بكم. ظهرت السيارات التي قدمتها الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية تحت يافطة نزع الألغام، ظهرت في عرض عسكري أقامته الميليشيا في مدينة الحديدة يوم أمس، وذلك وفقا لموقع يمن الغد والذي علق: دعم الأمم المتحدة يجوب شوارع الحديدة، واستعراض عسكري حوثي بسيارات جريفيث وصور خامنئي. يقول الموقع أن اللافت في عرض الحوثيين العسكري ظهور السيارات التي قدمت قبل أيام من البرنامج الإنمائي بحجة نزع الألغام، حيث ظهرت الميليشيا وهي على متنها وقد حولتها إلى إسناد عسكري. مسؤول في السلطة الشرعية قال إن الاستعراض العسكري لعناصر ميليشيا الحوثي داخل مدينة الحديدة يأتي بعد إعلانها الانسحاب وتسليم الموانئ لقوات خفر السواحل، حيث اتضح أن قوات خفر السواحل ليست سوى ميليشيات حوثية. قال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين شريف منصور: الصحفيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في اليمن، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع يمن مونيتور بعنوان: لجنة دولية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين لديهم. وقال منسق البرنامج: يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور، في إشارة إلى أن الجماعة المسلحة من المتوقع أن تبدأ بإجراءات المحاكمة في يونيو أو يوليو لما لا يقل عن 10 صحفيين تم احتجازهم منذ حوالي 4 سنوات. والصحفيون العشرة هم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بالغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي. يا وحدنا، تلك هي الصرخة الفلسطينية التي أطلقها ذات يوم الشاعر الكبير محمود درويش، وهي الشعار الذي ينبغي أن نرفعه نحن في مواجهة الأوضاع الراهنة. هكذا بدأ الدكتور عبد العزيز المقالح مقاله الذي ركز فيه على حالة الضعف التي تعيشها الأمة العربية، مضيفا في جزء من المقال: ينبغي أن ندرك ونعي أننا وحدنا، وأن الولايات المتحدة تخدعنا، والغرب الأوروبي مشغول عنا، وما يظهره البعض من تعاطف أو غضب في مواجهة ما حدث لا يتعدى الكلام، وتجاربنا مع هؤلاء وهؤلاء أشد وضوحاً، وكلها تؤكد الحقيقة التي لم يعد هناك من ينكرها، وهي أن من نسميهم حلفاءنا ما هم إلا حلفاء على الورق فقط، وإننا في السلم والحرب وحدنا، وإذا ما صدقت المواقف فإننا قادرون على أن نحمي وطننا الكبير ونرد عنه بقوة. وحين نتأمل حاصل هذه القوة الممتدة جغرافياً من حدود الأطلس إلى الخليج العربي، ندرك تماماً كم نحن أقوياء وكم نملك من القدرة العالية على التحدي والمواجهة. مشكلتنا ليست مشكلة عجز، لكنها مشكلة إهمال وانقسام وتفتيت واستسلام لهذه الحال من كفاء كل قطر عربي على نفسه، وهذا وحده كفيل بإهدار هذه القوى العظمى التي تفوق أمما كثيرة، بل وتفوق إمكانيات غالبية أمم الأرض. ولو أننا استشعرنا ما وراء حقيقة وحدنا لكان في مستطاع الأمة العربية أن تكون في طليعة الأمم الكبرى والأقوى، فمتى يتسلل هذا الوعي إلى العقول والقلوب؟ ويتحول الإدراك إلى مسؤولية دفاع نحو العمل، وكفانا خذلانا وشعورا بالدونية واعتمادا على الغير، هذا الذي أثبت أنه في أحسن الأحوال ليس معنا ولا ضدنا، وأنه صار علينا أن نثبت أولا لأنفسنا ثم لأعدائنا بأننا قادرون وحدنا على إثبات وجودنا على هذه الأرض التي سبق لها أن تسيرت العالم وحملت رسالة العدالة والسلام إلى البشرية في شرقها
وغربها شمالها وجنوبها. في شهر رمضان كما يقول موقع قناة بلقيس، تتحول بعض الشوارع إلى ملاعب لممارسة اللعبة الأكثر انتشارا في اليمن خلال فترة العصر وفي ليالي الشهر الكريم. فمنذ يومه الأول يجتمع الشباب في الأحياء السكنية والشوارع الفرعية لنصب شباك كرة الطائرة. يقول محمد فتحي أنه اعتاد ممارسة لعبة كرة الطائرة مع شباب الحي بمدينة تعز بشكل سنوي، حتى أصبحت اللعبة بالنسبة لهم إحدى الطقوس الرمضانية. يضيف فتحي في حديثه لموقع قناة بلقيس أن الهدف من ممارسة اللعبة ليس التنافس لتحقيق لقب معين بقدر ما هي وسيلة لقضاء الوقت، خاصة فترة العصر، وعن مدى التزامهم بتطبيق القوانين الأساسية أو تطبيق قوانين كرة الطائرة. يقول فتحي أنهم يطبقون القوانين الأساسية فيما لا يلتزمون بأمور أخرى تعد مهمة بالنسبة للعبة، مثل تخطيط الملعب والذي يكون في العادة أحد الشوارع الفرعية بالحي. وتنتشر في معظم الحارات بمدينة تعز شباك كرة الطائرة التي يوفرها الشباب أنفسهم، إلا أن مكتب الشباب والرياضة هذا العام وزع 100 شبكة وكرة طائرة على أحياء المدينة بدعم من جامعة العطاء، لتتحول الكثير من شوارع تعز إلى ملاعب كرة الطائرة. يعود الحديث عن جزيرة حنيش من جديد، ولكن من جهة غير رسمية، حيث تعرض عدد من الصيادين اليمنيين إلى عملية قرصنة بالقرب منها. وعنون موقع مغرد بريس: صيادون يمنيون يشكون من قرصنة البحرية الإريترية. ووفقا للموقع، فقد شكى عدد من الصيادين اليمنيين من أعمال القرصنة التي تقوم بها البحرية الإريترية ضدهم. وهؤلاء الصيادين قالوا أن 12 قارب صيد اختطفتهم بحرية إريتريا من جزيرة حنيش خلال أسبوع فقط، وآخرها كانت 4 قوارب صيد تابعة لآل اللبيب من منطقة القطابة، وقد تم اختطافهم بالقرب من جزيرة زقر الموجودة فيها قوة تابعة للبحرية اليمنية. أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن مسام عن انتزاع 408 لغم كانت زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019. ويعنون موقع الحرف 28 مسام: يعلن نزع 408 لغم زرعها الحوثيون خلال أسبوع في اليمن. أوضح المشروع في بيان له أن من بين الألغام التي تم انتزاعها 19 لغما مضادا للأفراد، و112 لغما مضادا للدبابات، و273 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة. وقال الموقع إن عدد الألغام التي انتزعت خلال مايو فقط وصل إلى 8602 لغم. وذكر الموقع أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاق المشروع حتى الآن 72276 لغم وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيا الحوثي في العديد من المناطق في اليمن. التوترات بين الولايات المتحدة أو أمريكا في الشرق الأوسط، تفريد الملفات أم جمعها؟ تحت هذا العنوان كتب أيمن خالد مقاله المنشور في صحيفة الاستقلال، مضيفا في جزء من المقال: إعادة نشر القوات الأمريكية بوحدات قتالية متنوعة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تمثل الجهد الساند لمجموع القواعد العسكرية المنتشرة في أغلب دول الخليج، إضافة إلى وجودها في العراق وسوريا وفق قاعدة الأهداف الجديدة والمناطق الاستراتيجية ومناطق النفوذ المستهدفة. الحراك الأمريكي هذا يفرض تصوراً جديداً لمفهوم الحدود الجغرافية والاستراتيجية من زاوية فرض النفوذ والقوة ومحصلة الاستجابات والتأثير عالمياً، الأمر الذي يدفع إلى التصور بأن الحراك الأمريكي يدفع إلى جمع الملفات عندما يتطلب الأمر، مع القدرة على تفريد كل ملف عندما يراد إضعاف هدف معين من خلال نزع ارتباطات ذلك الهدف لتسهل عملية قضمه. لذلك تروج أمريكا اليوم لهدف إيقاف إيران عند حدودها ضمن ملف الاتفاق النووي وقضية الإضرار بالمصالح الأمريكية،
وكأن المشكلة ضمن هذا المحدد فقط دون إعادة النظر إلى أصل المشكلة التي تتمثل بالسياسة الأمريكية التي دفعت بإيران إلى البروز على المسرح الإقليمي والعالمي على حساب الشريك العربي. تبدو الإشكالية أعظم من المفهوم الضيق لضربة جزئية محتملة ضد إيران، إذ أن قواعد الحل والحسم استراتيجياً تبدو أعقد من ذلك بكثير إذا ما نظرنا إلى فكرة صراع المحاور أكثر مما هو صراع مع دولة بحد ذاتها. تبدو السياسة الأمريكية اليوم في الشرق الأوسط والعالم دائرة بين أهدافها الاستراتيجية التي يشكل مداها تطويق العالم ضمن إدارة مصالحها من خلال الأدوار الثلاثة المتاحة، متنقلة بين دور الفاعل ودور الشريك ودور الوسيط، حتى وإن غادرت مفهوم التحرك بخطوط متوازية إلى فضاء التحرك على الخطوط الملتوية، ما يدفع إلى إرباك خطوط خصومها ومناوئيها، الأمر الذي يفسر حالة المد والجزر في تفسير ورصد الأحداث. ميليشيا الحوثي وبحسب صحيفة الشرق الأوسط تكثف جهودها في رمضان لابتزاز المواطنين والتجار لتجهيز قوافل عينية دعما للمجهود الحربي إلى جانب ما تفيضه من جبايات وإتاوات. التجار وأصحاب رأس المال اشتكوا من قرب تعرضهم للإفلاس بعد أن أصبحت تجارتهم وأعمالهم على وشك الانهيار جراء النهب والابتزاز الممنهج والمستمر من قبل الميليشيا الحوثية على مدار العام، والتي تزداد في رمضان وتحت مسميات مختلفة. حقوقيون في صنعاء رصدوا قيام الميليشيا خلال رمضان بتجهيز قوافل غذائية وأخرى تضم الملابس والعطور كدعم للمجهود الحربي ولأسر القتلى في الجبهات. وبحسب مصادر محلية تقوم الجماعة بإجراء تغطية إعلامية شكلية من أجل التأثير على المواطنين والجهات المختلفة من التجار وغيرهم لحثهم على التبرع وتجهيز القوافل. عند منتصف ليل السبت بحسب صحيفة العربي الجديد أطلق الخاطفون من قبائل الصبيحة التابعة لمحافظة لحج سراح قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري في تعز الذي كان محتجزا لديهم. المتحدث الرسمي باسم قيادة محور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر أكد نجاح الجهود الرسمية والقبلية في إطلاق سراح العميد الركن جمال الشميري. أشار في منشور على الفيسبوك إلى المساعدة التي قدمها وزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ محافظة لحج أحمد التركي إلى جانب جهود السلطة المحلية وقيادة المحور في تعز وقبائل الصبيحة من أجل إطلاق سراح الشميري. وكانت جماعة مسلحة تابعة لقبائل الصبيحة قد اختطفت قائد الشرطة العسكرية في مدخل محافظة لحج الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية ونفوذ قوات عسكرية وأمنية مدعومة إماراتيا في 25 من مايو. العولمة المضادة، تحت هذا العنوان كتب عزمي عاشور مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا: العولمة بالتوصيف الذي يطلق عليها في هذه الأيام ما هي إلا تعبير مجازي لواقع على قدر ما تتحد فيه الثقافات في المعرفة وفي طرق استهلاكها الحضاري على قدر ما تظهر التباينات من جديد. فمن كان يتصور هذه الوحدة الاستهلاكية في عالم الإنترنت، لكن أبناء الجنس البشري على المعمورة الذين يتعاطون مع الكمبيوتر مهما كانت ثقافتهم وأماكن وجودهم، ذلك أنهم وفي ثوان قليلة يستطيعون أن يتفاعلوا ويتراسلوا بالأدوات التكنولوجية ذاتها، ويمكن القياس على ذلك في أمور كثيرة في الحياة المعاصرة. لكن هل يعني ذلك أن البشر وصلوا إلى العولمة بمعناها الحقيقي؟ أبداً، فما يحدث يدخل فقط في إطار التفاعل الثقافي الحضاري بين البشر الذين قد يقتربون ويتحدون في بعض المناطق وقد يبدأون بالتنافر من جديد. هذا ما حدث في الماضي ويحدث الآن، فمن منا كان يتخيل أن الولايات المتحدة القائدة للعولمة في شكلها الحديث ستكون هي المبادرة بالعمل ضدها في عهد الرئيس دونالد ترامب بفرض جمارك وضرائب على الواردات التي تدخل حدودها من أجل حماية صناعتها المحلية على حد تبرير الرئيس الأمريكي لقراراته، علما أن هذه السياسة الحمائية تأتي من أمريكا التي صدرت إلى العالم معظم مظاهر العولمة الحديثة
التي نعرفها في الأنماط التكنولوجية المختلفة من سيارات وطائرات وغيرها. من المتوقع أن تبلغ تكلفة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن الأسبوع المقبل كما تقول صحيفة البيان إلى أكثر من 31 مليون دولار، وهذا يعني أن كل يوم من أيام زيارة ترامب الثلاثة إلى العاصمة البريطانية ستكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايين دولار، ومن المقرر أن تشمل عملية حماية دونالد ترامب نحو 10,000 شرطي بالإضافة إلى 120 وحدة دعم يتألف كل منها من 125 شرطيا مدربا على مكافحة الشغب، وسيتم إسدادهم بطائرات مروحية لتوفير الدعم من الجو. لكن في المقابل مئات المحتجين يخططون لاستقبال ترامب بطريقتهم، حيث خطط مئات الآلاف للقيام باحتجاجات ومظاهرات مناوئة لترامب في العاصمة البريطانية، بينما تعهدت شرطة لندن باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. رئيسة جهاز الشرطة في لندن كريسيدا ديك أصدرت أوامر قانونية بتحديد مناطق للتظاهر بعد أن هدد المتظاهرون بإرباك وتعطيل مسار موكب ترامب مع وصول 17 حافلة محملة بهم من جميع أنحاء البلاد. ترامب سيلتقي كلا من ملكة بريطانيا إليزابيث وكذلك برئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، ويشعر المسؤولون في شرطة لندن بالقلق، لكن رئيس اتحاد شرطة العاصمة كيم مارش قال أنه ليس واضحا تماما ما يخطط له المتظاهرون، وسيكون ذلك أشبه بلعبة القط والفأر، لكن ترامب سيكون آمنا تماما. هل تعبت من غسل الصحون؟ الآن يمكنك أكلها. هذا ليس من الخيال بل حقيقة، فبحسب موقع الدي دبليو ابتكر مصنع في مدينة زامبرو شمال شرقي بولينيا طريقة فريدة للتعامل مع الصحون، فبدلا من غسلها أو حتى رميها مع القمامة يوجد حل آخر أفضل للبيئة وأكثر توفيرا للوقت، حيث هناك صحون يمكن أكلها. صاحب المصنع جريسي ويسوكي ابتكر صحونا من نخالة القمح قبل عدة سنوات، واليوم منتجاته منتشرة في الكثير من المناطق، إذ يصل الإنتاج السنوي من هذه الصحون إلى 15 مليون وحدة تقريبا. وبحسب صحفي وكالة فرانس بريس الذي تذوق واحدا من هذه الصحون، فإن مذاقه يمتزج بين الكرتون وبين شريط الحبوب الصلبة الخالي من الإضافات، ومن المنتظر أن يحقق المصنع أرقام مبيعات ضخمة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع الصحون البلاستيكية ابتداء من 2021. وجاءت الفكرة لصاحب المصنع الذي ترعرع وسط أسرة تبيع الطحين عندما كان يبحث عن حل للتخلص من مخلفات الطحين التي كان صعبا حفظها، ومع اهتمامه بحماية البيئة اهتدى إلى هذه الفكرة، ويستخدم المصنع حاليا نخالة القمح بعد ضغطها ثم طهيها في الفرن. غير أن ما قد يواجه المصنع هو ارتفاع أسعار هذه الصحون مقارنة بالبلاستيكية، إلا أنه يبقى سعرا أقل إن تم احتساب تكلفة عملية التخلص من البلاستيك. التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والحاجة إلى الدبلوماسية، تحت هذا العنوان كتب وزير الخارجية الأسبق في مصر نبيل فهمي مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا: تشير الافتراضات الحالية إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران سوف تؤدي إما إلى الحرب أو إلى التهدئة، مع إعادة الوضع الراهن تشكيل نفسه كما لو أن شيئا لم يحدث. لكن أيا من هذه الافتراضات ليس صحيحا، سوف يكون نشوب مواجهة عسكرية كاملة واقعا انتحاريا بالنسبة لإيران وغير مستساغ سياسيا بالنسبة لأمريكا والمجتمع الدولي، ويغلب أن يكون توجيه ضربات جراحية ضد المعاقل الإيرانية في سوريا واليمن وربما العراق وضد الأهداف الحساسة سياسيا داخل إيران أكثر التدابير احتمالا. وسوف تتحمل إيران تكلفة باهظة في مثل هذه المواجهة، لكن الإجراءات المتضمنة فيها لن تؤدي إلى نتائج حاسمة، وستكون ردود إيران في الغالب هي العمل ضد الأهداف التجارية السهلة في الخليج العربي، وربما اتخاذ تدابير أكثر وضوحاً لتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز وخليج العقبة. لن يكسب أحد من أي عمل عسكري غير حاسم أو من استمرار الوضع الراهن في الشرق الأوسط، حيث تنتهج إيران باستمرار سياسة عدوانية تجاه جيرانها، سوى المتشددين
في كلا الجانبين في أمريكا وإيران وفي إسرائيل في نهاية المطاف. وبالنسبة لهذه البلدان الثلاثة يعزز الخياران المذكوران مصداقيتها ومكانتها، بل وحتى سبب وجودها نفسه. وبذلك إن لم يكن أي منهما قابلا للتحقيق، فمن غير المعقول توقع استمرار الاستفزازات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وربما تؤدي إلى ردود فعل عسكرية متواترة. توافد ملايين المسلمين على المساجد في مختلف الدول الإسلامية منتصف ليل السبت لإحياء ليلة 27 من رمضان التي يعتقد أنها ليلة القدر، وفاضت المساجد بالمصلين في مدن الدول العربية والإسلامية، كما أدوا صلاة القيام والتسابيح وتلاوة القرآن من بعد منتصف الليل وحتى أذان الفجر. بعض من مظاهر هذه الليلة المباركة نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم من موقع عربي 21. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.